السلام عليكم أهلي الطيبين، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله يا رب الكل بصحة وسلامة. واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد، الفيديو اللي كلش هواية طلب مني، يا ريت تصوري لنا مكان جديد ومنطقتك، فأكيد أصور لكم إياه. بس أنا هذا المكان مثل ما حكيت بالفيديو السابق، هذا مكان يعني مؤقت، مو ثابتة بيه. اللي وصل لهنا ومحط اللايك، خلونا اللايك، يا ريت تجدد باشتراك القناة وتفعيل الجرس على الكل. هذا قلت لكم مكان مؤقت اجرناه، شقه هي مؤسسه مال شخص قلت لكم الماني، اكيد راح اراكم اياها شكلها بالكامل. هذا البالكون، طبعا هي شقه عباره عن طابقين، هذا الطابق الفوق بيها بالكون وهاي غرفه النوم مالتهم، هم تشوفون، وهي يعني قلت لكم بيها بالكون، فوق بيها غرفتين نوم والعفو حمام، وجوهم اكيد راح اصور لكم اياه. فهاي غرفه نوم مخطيه همين، يعني منظفين المكان، حتى حاطين فراشات مغسوله ونظيفه. وهنا غرفه الاطفال مالتهم، طبعا هم عندهم بس اطفال، يعني ما عندهم شخص كبير، فحاطين قنفه وهاي شربايه طابقين. عندهم 3 اطفال صغار، اكبر واحد يمكن عمره 7 أو 8 سنين، بنات 2 صغار. هاي شوفوا غرفتهم، فقلت لكم احنا لان مؤقت، لان ما نقدر يومي رايحين وراجعين لفيينا، تعرفون تبعيد علينا، فاجرناها مؤقت، قلنا حتى هناك نشوف مكان احسن لنا. فهالي اللي قعدنا بيها، فاكيد هم راضي اشارككم بيها وراكم اياها. وهذا الممر مالتهم، طبعا هم ما اعرف يمكن من عشاق الكتب، لان الكتب عندهم العفو حتى بالحمامات ما اعرف يعني. هذا حمامهم فوق، طبعا هي بيها حمامين، بس حمام سبح واحد فوق، والعفو تواليت لا واحد فوق واحد جوا. فهذه يعني الطابق الفوق قلت لكم بيها غرفتين نوم وممر وحمام، هذا شكلها يعني. وهسه اكيد راح ننزل جوا، هم اراوكم الجوا، فتشوفوا يعني هي كلها اغراض كامله، يعني خطيهم حتى منظفات، كمامات، كل شيء خالينا، بس حتى ما قالوا اي شيء تريدون تستخدموه استخدموه، بس احنا اكيد اخذنا ويانا، يعني ها شغلات خاصه بيهم. وهذا الدرج مالتها، وراح ننزل للطابق الجوا. هي طبعا شقه بالطابق الثاني، بس احنا داريد نحسبها لحسابنا، يعني تعتبر بالثالث، لان هم الارضي ما بيها شيء. المهم هاي الصاله هي بقى، هي مطبخ، هي طعام، هي صاله يعني مفتوحه، تشوفون هذا موديلها، هاي الصاله وهذا المطبخ مالتها. طبعا هي حلوه، شقه حلوه، نفها يعني مو صغيره، حجمها كبير همين. وقلت لكم بيها بالكونات، وانا من البالكونات كان يمكن كان اختنا قلت هسه تقولون من بيتش كبرش قد الشقه، اكيد حبايبي احنا نقول العافيه درجات، والحمد لله والشكر، يعني دندور احنا، وان شاء الله نلقي باقرب بكيت. وهم اكيد اي شيء راح يصير وشنو اللي راح اسوي كله راح اشاركم بيه. المهم هذا المطبخ مالتها، مطبخهم جاهز مكمل، بيه ثلاجه صغيره وبيه غساله صحون وطباخ وكل شيء كامله. وهنا هذا ميز الطعام، وهذا البالكون، طبعا حلو بالكونهم قلت لكم كلش كبير. شوف الكتب طبعا عندهم كلش هواي. هاي هنا البالكون مالتهم، هذا بالكونهم كبير، هذا البالكون احنا نتريق بيه، نتغدى بيه، نتعشى بيه، بس اذا شمس قويه نفتح هاي المظله ونقعد. وهي تطل على بارك يعني مال، يعني دائما عوائل يجيبون اطفالهم بيه. فهنا هو زارع طماطم، زمع الحديقه وعلى الزرع. هاي السنه ما حشاركم بهاي الامور، ان شاء الله ان شاء الله دا الله خلانا طيبين على السنه الجايه، لان حتى لو اجر هسه بيتهم بعد ما الحق. فهذا البارك مقابلنا، وشوفوا هذاك ايش تراسم بام فات من راس الشارع. طبعا هي حلوه هاي المنطقه بيها، كل شيء قريب عليها، يعني كمواصلات، كماركتات، كل شيء قريب. بس الشيء الحلو ما عجبني بيها، مو هدوء، لان هوايه بيها يعني عالم، تدرون بعد الشقه هي يعني مو مثل البيت. وبصراحه رب العالمين همين هاي هم كتجربه صارت لي، انه مسكنت بشقه حتى اشوف شنو المميزات الشقة عن البيت. وهذا البيت الخارجي، الباب العفو الخارجي مال الشقة. البيت ومقابلنا نشوف مباشرة مصعد البيت، يعني احنا هناك مثلا نقدر كل شيء شغلات امور نسويها نقدر، هنا أنا ماكو، يعني اذا هذا الكرسي جرينا الجوانا يدق علينا هيجي. فبصراحة صعبة صعبة كلش، بالاخص اللي عنده عائلة كل الصعبة، رغم اني كلهم كبار الحمد لله. هذا العفو من التواليت اجلكم الله، فبصراحة كلهم كبار، بس يعني مرات واحد يجر كرسي يمشي، احنا متعودين على البيت مو في الشقة، فهما شوية هنا عندهم هاي النحاسية يعني. هو شخص هم قال لنا لي قدام، يعني قال
ترى هذا الجوال أنا شوية نحس يعني خاف يدوق خاف يسوي كلش طبيعي عادة يعني. المهم هاي الصالة يلا هم روت لكم يا هذا سكني المؤقت وإن شاء الله أكيد السكن الجديد هم راح روكم يا وهذا البالكون. هنا أنا طبعا رحنا طلعنا هاي أول مرة نطلع غير دولة لأن هسه بعد عادي مسموح لنا شلون نطلع لغير دولة نقدر عادي على الكارتات مالتنا نقدر مو إلا جواز لأن الكارت مالتنا داخل أوروبا كلها أقدر أفتر بيها. هذا يعني هي دولة مو بعيدة كلش كلش قريبة علينا يعني كأنه راح السوق يعني أي سوق من السوق النمسا وحتى أقرب التشيك بي سوق صيني رحت أكو شغلاتها مش يعني محتاجتها جبتها بس آسفة السوق ما صورته إن شاء الله بمرات الجاية أكتكم لأن هو كلش قريب يعني نص ساعة وأقل من نص ساعة ونطب للتشيك هيجي فإن شاء الله هم في اليوم أصوركم ياه سوق كلش حلو. الحلو بيه يعني الحاجة دا عرضيها ب40 قولهم ب15 قولهم ب20 عندهم عملة بالأسعار مو مثل هنا بالنمسا يعني دا 10 10 دا 5 5 سعر ثابت عندهم. حلو بشغلاتهم حلوة هم في اليوم أسوق مياه وهم رحنا للعاصمة مالت التشيك لأن هي تعتبر حسب ما سمعت يعني بصراحة تعتبر من العواصم الغنية من أغنى العواصم يعني مو هي بس هي من العواصم الغنية بالعالم. هم قلنا خلينا نسوي جولة ونشوفها. السؤال سألت وياه كلش كلش هواي خليكم طبعا توي الأجواء شوفوها سبب وفاة أخويا. يعني احنا نقول دائما تعدد الأسباب والموت واحد يعني صحيح مرات نقول لو رايح لو 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 بس هو يعني بعد كلها بيد رب العالمين. سبب وفاة أخويا هو سألتوني كورونا لا ما بي كورونا هو صار بي كورونا بس مو نفس الشخص اللي قلت لكم ندعو له ذاك كان أخويا الصغير كانت كلش حالته صعبة والحمد لله الله شفاه. هذا أخويا الوسطاني صار بي كورونا بس صارت بي الخفيفة كلش وطاب وطبيعي وراحت يعني أيام مضت هواي عليها. ما عنده أمراض مزمنة هم هواي سألتوني لا ما عنده أي شيء وما يشكي من أي شيء. قبل أسبوع خطية يعني كان كانت الخطبة مالت ابنه هو ما عنده بس ولد واحد عنده بنات اثنين كانت خطبة ابنه فكان قراية الفاتحة وقطعة ومهر شيخ ولبسه وحلقات فكان كلش كلش فرحان. خابرته وباركت له وطبيعي ويعني يحكي ويشاقة ويضحك وماكو اي شيء. بس قبل وفاة بيومين شكى من كلياته هو هم ما عنده شيء بكلياته الصراحة بس تعرفون بعد احنا مستشفياتنا يعني ما شاء الله عليهم ان كانت اهلية او حكومية لأنه راح للعربي الأهلية وراح الشيخ زايد وما عرف يا مستشفى راح. فالمهم آخر شيء قال له لازم تروح طبيب خاص يعني مال كلى حجز طبيب كان موعده نفس اليوم اللي توفى بيه. راح أحكي لكم القصة مالته إحنا ليش لحد الآن مصدومين لأن هو قاعد الصبح بيوم كان الساعة 8 موعد الطبيب مالته قاعد الصبح وسبح وبدل وراح جاب الصمون وتريقة والنوب يعني أخذ زوجته وأخذ ابنه وراحوا للطبيب وهو ساق السيارة. شنو رأيكم هو ساق السيارة ومن وصل للطبيب كان سكرتير موجود فقال له وصل تقريبا 8 إلا ربع قال له بعد ربع ساعة ويجي الطبيب فيعني استفسر عادي كلش طبيعي بس من قال الاسم هو ويا ما ذكر الاسم رأسا يعني شوخر شوخرة الموت ورأسا وقع بالقاع فيعني هاي وفاته صارت بصراحة. هم كلهم بكت يعني مرت أخويا انصدمت ابنه أخذوه للمستشفى قالوا لهم يعني متوفي بس مرت أخويا خطية من الصدمة لأن دا أسولفكم عن وضعيته شنو قالت لا ما متوفي يعني أخذت المستشفى الشيخ زايد وأخذت للكندي وأخذت المستشفى العربي الأهلية ويعني كلهم قالوا لها بس هي الآخر لحظة وتقول لا يعني قلت لكم وضعيته شنو يعني لا مريض لا مثلا كان نايم سريرياً أو بالمستشفى فهو هاي صارت وفاته. يعني هواي هواي انطرق علي هذا السؤال هواي كتبوا لي بالتعليقات شنو كان سبب وهي دائماً احنا نقول احنا هذا يوم مولا اعتراضاً على حكم رب العالمين وكل من يروح بيوم لا ناقص يوم ولا ناقص شهر فهذا كان يوم يعني وكتب لا اعتراضاً على حكمه. فشو نقول احنا تعدد الأسباب والموت واحد مرات احنا نلوم نفسنا انه شخص هذا لو رايح الدكتور لو مراجع المستشفى لو مسوي كذا لو مسوي كذا بس لا هذا كله هم حرام هذا شرك برب العالمين لأن هو هذا يومه. فأني هذا أخوي بصراحة يعني مش قد ما أصرف لكم عنه صحيح أنا عندي 3 أخوة بس هذا أخوي يعني
صراحة يعني هم كلهم عزيزين، بس دائما تفقدني، دائما يسأل علي، عيد الله أكبر هو يخابرني رغم أنه هو أكبر مني. فصدمة يعني كبيرة، وشفتونا أنا قطع يعني كلش طويل صار عنكم، لأن بصراحة لحد الآن مصدومة وما مصدقة، بس شو نسوي بعد، لا اعتراضا على حكمه. فهذا سبب وفاته، هم حبيت أشرح لكم إياه لأن قلت لكم كلش هواي سألتوني. وهاي هسه جولتنا في ما قلت لكم بعاصمة التشيك. التشيك أعتقد شفتوها قبل فترة، صارت بها عواصف، صارت بها أمورها، طبعا سيارة سياحية نقوم بها السياح. قلت لكم هاي أول طبة، إحنا أول طلعنا من نفسه يعني رحنا لغير دولة، وشرحت لكم شلون دخولنا يعني إذا يوقفونا، بس المهم لازم لو عندنا تيست مال كورونا يا أما مسوين اللقاح. فأنا هم سويت اللقاح، هم أكو فيديو إن شاء الله من فيديوهاتهم أشرح لكم. سويت اللقاح الحمد لله والشكر، سويت الجرعتين، وبنتي هم سويت اللقاح الجرعتين سويناه. وراح إذا حبيتوا هم تسألون، يعني طبعا هو نوعيته سويت الفايزر، إذا حبيتهم يسألون شنو أعراض هذه إن شاء الله أنا من الفيديو راح أشرح لكم بالكامل وبين واحد واحد قد فترة صارت فت. فهذه عاصمة التشيك، طبعا هي يعني يقولون هي من العواصم الغنية بالعالم، فاحنا حبينا انه نشوفها. قلت لكم هاي اول طلعاني الي خارج النمسا، يعني الحمد لله هسه مسموح لنا. وهم هواية اسئلة انطرقت علي هم ان شاء الله بالفيديوهات الجاية كلها راح اشرحها، انه حتشترين بيت، انه كذا. هسه راح اشرح لكم شنو المسموح لنا رغم احنا هسه اخذنا اقامة، وشنو المسموح لنا، وشنو اللي بصراحة احنا هم كنا منعرف مجرد بس نسمع، بس هسه من رحنا المنظمات وشرحونا هم كلها راح اشرح لكم شنو احنا نظامنا اهل الاقامة، شنو المسموح لنا وشنو ما مسموح لنا. اكيد هم راح تتفاجئون هسه رغم اخذتوا اقامة وهاي الامور، راح تتفاجئون باللي قالوا لنا اياه، اللي ما سمعناه احنا من العالم، انما صارت عندنا مواعيد منظمات وهم شرحونا. فان شاء الله هم الفيديوهات القادمة، وان شاء الله هم سكن جديد راح اراوي لكم اياه، وكل شيء شغلات جديدة راح تكون ان شاء الله، راح تكون فيديوهات حلوة وممتعة، راح تكون فيديوهات مفاجأة ان شاء الله. قلت لكم اي شيء جديد راح يكون بحياتي اكيد، لان انتم هم اهلي فلازم انا هم اشارككم بكل شيء. فهاي شوفوا المنظر هنا، طبعا هذا منظر شيء خيال، انا هذا اكثر شيء المنظر عجبني بيها. صعدنا يعني هو مكان ومدينة جوا، فمنظرها كان كلش كلش حلو. طبعا كان شمس والجو حار، وصدفة رأسا غيمت ومطرد، لان هم هنا امطارهم عادي سابع ثامن كل وقت عندهم مطر، فرأسا الجو سبحان الله عندهم يتغير ورأسا يصير بارد. فهاي هم جولتنا، وقلت لكم شو وقت ما اروح مرة ثانية ان شاء الله للسوق الصيني راح اسوي لكم فيديو بيه، راح تشوفون سوق يعني مختلف عن الاسواقات اللي عندنا هنا. وقلت لكم الحلو بيه انه يتعاملون احنا متعلمين العراقيين، اذا قلونا بعشرة نقولهم باثنين لازم نتعامل اكيد، لان هي الفلوس مو بسهولة واحد يحصل عليها. بس هنا قلت لكم بالنمسا لا، اي شيء يعني حاطين عليه سعر هذا سعره ثابت، بس هذا السوق الحلو بيه انه نقدر نتعامل بيه. فهم اخذ الشغلات، هم ان شاء الله في اليوم فيديو فيديوهات راح اصوركم اياها شنو اللي اخذته، ومع ذكر الاسعار ويعني كل شيء ان شاء الله. فهذه كانت هم جولتنا، اتمنى هم عجبتكم، وان شاء الله معجبكم السكن الجديد. وقلت لكم هي العافيه درجات، ان شاء الله ادعوا لي انه اسكن ببيت وبحديقه اهم شيء تدرون بيها متعاون مع الحديقه، اللي يعني بصراحه المتعلم على البيت كل الصعب صعب يقعد بشقه. فان شاء الله ادعوا لي انه هم اسكن ببيت وبحديقه، وهم اكيد اي شيء تغيرات راح اسويها كلها راح اشارككم بها. فهذا كان اليوم فيديو مالتنا، اتمنى نال اعجابكم، اتمنى ما نسيتونا باللايك ولا بتعليقاتكم الحلوه والاشتراكات الحلوه منكم، ولنا وراح اقولكم مع الف سلامه للجميع.